السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في فيديو جديد. كنخدم منها كنشرح منها كنتفكروا القواعد وكنعرفوا كيفاش نخدموا التمرين. دونك برومي اكزرسيس كيقول كالكولي. دونك حسب. عندي هنايا دي زوبيراسيون سون بارونتيز، عمليات بدون اقواس. دونك ملي كيكون العمليه مثلا بحال هذه بدون اقواس كنمشي مباشره نشوف شنو هما لي زوبيراسيون اللي عندي. يعني شنو عندي هنا؟ عندي لا سوم، لا سوستراكسيون اي لا سوم، داكوغ، اولا لاديسيون. دونك في نظركم باش كنبداو؟ استاذ الزائد مي كنقول لا كيقول لي ناقص، سي ناقص لا، وباش غنبداو؟ دونك مي كيكون عندي الزائد اولا ناقص بجوجهم كيكونوا عندي، مي كيكون عندي بلوس والموا كنبداو دو غوش فيغ دغوات، من اليسار لليمين. كنبدا نحسب بحال هكا. دونك اول عملية غنحسبها هي هاد، داكوغ؟ دونك 8.5 ونكمل العملية عندي، داكوغ؟ عندي موان وعندي بلوس. باش كنبداو لا بزائد لا بناقص كنبداو دو غوش فيغ دغوات، يعني كنبداو من هنا. كنبداو بخوميييغ أوبيراسيون، دونك عندي 3.5 بلوس 2.5 دونك إيكال أ 6. فاهمين؟ تفاهمنا كيفاش كنديرو نخدمو أوبيراسيون سون بارونتيز إلا كان فيها البلوس أو الموان. يلا ندوزو دوزيام أوبيراسيون. دونك دوزيام أوبيراسيون شنو عندي؟ عندي لا سوستراكسيون، لا ميتيبليكاسيون، إي لا لاديسيون. دونك باش كنبداو ملي كيكون عندي الضرب مع الزائد والناقص، دونك دائما 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 كنسبق لا ميتيبليكاسيون اي لا ديفيزيون، كنسبق الضرب والقسمه. دونك اول عمليه غنخدمها هي الضرب. دونك كنحط 18، اتونسيون، موان 7 بلس 4. دونك هنا كيخرج لي عاود لا سوستراكسيون اي لاديسيون. دونك باش غنبداو دو غوش فيغ دغوات، نبداو بهادي. دونك 11 بلس 4 ايكالا 15. ساهلين ياك؟ دونك ثوازيام اوبيراسيون عندي فيها لا سوستراكسيون، لا ميتيبليكاسيون، لاديسيون اي لا ديفيزيون، داكوغ؟ دونك باش غادي نبدا، باش غنبدا؟ قلنا ملي كيتلاقاو ليا الزائد والناقص والضرب والقسمة كنبدا بالضرب والقسمة. دونك كنبدا بلا ميتيبليكاسيون اي بلا ديفيزيون. دونك كنحط 12 موان كندير 2x5 ايكالا 10 بلس 45، نو هادي نخدموها 5، 45 ديفيزي باغ 6. فوالا، دونك عندي الموان والبلس باش كنبدا دو غوش فيغ دغوات. دونك كنخدم هادي غتعطيني 2x5 ايكالا 7، داكوغ؟ يلا كاتخيام اوبيراسيون. دونك عندي اون اوبيراسيون افيك لي بارونتيز، عندي عملية بالأقواس. دونك باش كنبدا طبعا دائما كنبدا بلي بارونتيز، كنخدم العملية اللي عندي وسط البارونتيز وكنعتذر على الصوت ديالي ضاربني برد. اي ابخي كنخدمو لا ميتيبليكاسيون، داكوغ؟ دونك عندي الموان و البلس باش كنبدا، كنبدا دو غوش فيغ دغوات بوغ نخدمو هادي. دونك 9 بلس 6 15، داكوغ؟ دونك ديغنييغ اوبيراسيون عندي في هاد ليكزارسيس، لاحظو معايا عندي لي كروشي و عندي لي بارونتيز. دونك باش غادي نبدا؟ غنبدا الخدمة بلي بارونتيز، فوالا، كنحطو العملية كاملة. دونك لاحظوا معايا هنا باش غنبدا، واش انت اذا بديت ودرت 20.5 مشيتي فيها، داكوغ؟ دونك واخا بلي بارونتيز، وسط لي بارونتيز كنشوف واش الى عندي الموان ولا ميتيبليكاسيون، كنبدا بلا ميتيبليكاسيون. دونك عندي 20.5 × 4 ايكالا 20، ونسد الكروشي، داكوغ؟ دونك عندي 2.5 × 0،
دونك شنو هذا الكروشي ولي ليا بارونتيز. دونك عندي شنو غنخدم هنا كيفاش غنخدم واخا سهله غادي بعد منكم غيتخربق فيها علاش نخدمها. دونك دو فوا عندي 4.5 موازير والله 4.5 صافي. وهنا ملي ما تيكون عندي حتى شي حاجه يعني راه عندي لا ملتيبليكاسيون دونك ايغالا 9 داكوغ. يلا ندوزو لدوزيام اكزارسيس. دونك لاحظوا معايا الدوزيام اكزارسيس كيقول كالكولي باغ دو فاسون. هاد التمرين هذا ديجا خدمته معاكم ما مره ما جوج داكوغ. دونك كيقول لك حسب ليا بطريقتين مختلفتين. في كيبقى الحاجه الجديده اللي كاينه في هاد التمرين انه كيعطيك مثلا عمليه بحال هكدا وعملية بحال هكدا وعملية بحال هكدا. أنا جمعتهم لكم باش نوريكم كل طريق كل عملية كيفاش كيمكنلي نخدمها باغ دو دو فاسون داكوغ بطريقتين مختلفتين. يلا دونك بخوميييغ أوبيراسيون طبعا غادي نعاودها جوج د المرات حيت قالك هو حسبها بجوج ديال الطرق. دونك غنعاودها جوج مرات. داكوغ كاينه الطريقة الأولى لاحظوا معايا تنشوف شنو تيتعاود هو 7 تنحل القوس أو تنخدم أو تنحط لي بقاو ليا. دونك هنا شنو تندير 7 فوا أو تنخدم لي عندي ما بين الأقواس 4.1 = 28.4 داكوغ. دونك لاحظتو الطريقة الأولى ندوزو نشوفو الطريقة الثانية. الطريقة الثانية أسهل ما يكون. شنو غندير غنخدم هادي 7 × 2 = 14 + ونخدم هادي 14.7 أبخي نخدم هادي غتعطيني 28.7 داكوغ. عقلو عقلو من يعطيكم بحال هكذا هذه هي الطريقتين باش كنخدموها. ندوز دابا نشوفوا هاد الطريق كيفاش نخدموا هادي 21 + 15 كيفاش غيمكن لي نخدمها بطريقتين. لاحظوا معايا الطريقه الاولى اللي غنفكر نديرها هي التفكيك. نفكك انا كنعرف ان 21 هي 7 × 3 ياك و 15 هي 5 × 3 و تنشوف لي تيتعاود هي 3 ونحل القوس و تيبقى لي 7 × 5 = 3 × 2 = 6 داكوغ. نتمنى تكونوا فهمتوا. فوالا نشوفو دابا الطريقة الثانية. الطريقة الثانية ساهلة صافي ملي دير 21 + 15 = 6 كنخدم عادي زعما الكالكول ديالها العادية. يلا نشوف لوبيراسيون سي ونشوفو نشوف كيف عاملة وخصني نخدمها بطريقتين مختلفتين. الطريقة الأولى هي غنشر دونك غنعمل هادي في هادي وهادي في هادي. دونك 5 × 3 = 5 − 5 × 2 اللي كيشوفني كنزرب واللي كيشوفني خدمت شي حاجة وما شرحتهاش فانت اللي معطل. حداجة هادشي كامل خدمناه في الامتحانات امتحان وتمارين وفي الدروس. دونك نخدم هادي ونخدم هادي. دونك 17.5 − 10 = 7.5 داكوغ. بالنسبة للطريقة الثانية كيفاش غنخدمها غنخدم ما بين الأقواس غتعطيني 1.5 × 5 دونك = 7.5 داكوغ. ركزوا مزيان في هاد التمرين هذا كيتحط بزاف منه. يلا ندوزو لتخوازيام اكزارسيس. تخوازيام اكزارسيس شنو كيقول لي كومباري. مين تشوفو كومباري يعني قار ليا ما بين الاعداد الكسريه. كاين درس كاين فيديو مخصص للكومباريزون كيفاش كنقارن بين عددين كسريين. دونك لاحظوا خصني نقارن ما بين 9/3 و 6/2. في نظركم شكون كبير شكون صغير ما يمكنناش نعرفو الا الى وحدنا المقامات. دونك خاص يكون عندهم نفس المقام. فوالا دونك في نظركم المقام الموحد شنو هو؟ طبعا هو 6 حيت هما مضاعفات. فوالا دونك
3 ضربناها في 2 دونك حتى 9 غنضربوها في 2 غتعطيني 18 2 ضربناها في 3 دونك حتى 6 غنضربوها في 3 وغادي تعطيني 18 دونك لاحظوا كيتساواو ليا اذا ملي كيتساواو هادو فكنستنتج ان 9 سور 3 ايغال 6 سور 2 داكوغ وكذلك حنا عارفين ان 9 سور 3 ايغال 3 ها 3 اي 6 سور 2 ايغال 3 دونك كيتساواو ندوزو الدوزيام دوزيام نومبر فراكسيونار عندي 13 سور 7 اي 13 سور 5 غتقولي لي خصنا نوحدو ليه المقامات وي نوحدو المقامات الا كانوا عندي البسوط مختلفين ولكن هنا عندي لي نوميراتور سون لا ميم عندي نفس البسوط اذا ملي تيكونوا عندي نفس البسوط شوفوا شنو تندير تنمشي للمقام شوفوا المقام تنقارنوه 7 و5 شكون كبر طبعا 7 اذا انا غادي نقول لك لا العدد الاخر هو اللي كبير قاعده ماشي انا اللي قلتها صافي يلا ندوزو 4 اكزرسيس 4 اكزرسيس كيقول لينا كومبليتي لي زيغاليتي سويفون كذلك كاين فيديو مخصص لي زيغاليتي داكوغ غادي تبقاو تشوفوا شي فيديوهات كنعاود نحطهم في القناه غير حيت كاينين بزاف اللي ما كيف اللي ما كيعرفش يقلب في القناه ولا ما تيلقاش الفيديو يعني اللي محتاج داكشي علاش ساعه ساعه غادي نبقى نحط فيديوهات اللي ديجا حطيتهم شنو تيعنيو لي زيغاليتي هما المتساويات يعني عدد كسري كيكون كيساوي ليا عدد كسري داكوغ دونك شوفوا لاحظوا معايا كيفاش كنخدم اولا كيفاش كنتعامل مع هذا النوع ديال ل... ديال ديال التمارين دونك لاحظوا معايا دونك عندي هنا كيفاش كنبقى نقول شوف عندي 35 ولات ليا 5 كي درناها من 35 ل 5 من 35 ل 5 قسمناها على 7 ومن 5 ل 35 ضربناها في 7 اذا هاد 5 ضربتها في 7 اذا العدد اللي تنضربو في المقام كنضربو نفسه في البسط اذا انا ضربت هذا في 7 وغتعطيني هنايا 28 داكوغ دونك نشوفو دوزيام لاحظوا عندي 36 وعندي 9 انا كنعرف ان 9 الا ضربتها في 4 غتعطيني 36 فوالا دونك وكذلك 36 الى قسمتها على 4 تعطيني 9 دونك حتى غندير لا ديفيزي بار 4 كيف ما درت هذا ديفيزي بار 4 باش تعطيني 9 اذا 20 ديفيزي بار 4 غتعطيني 5 كنتمنى تكونوا ماشيين معايا دونك لاحظوا كانت عندي 9 ولات ليا 99 كيف درنا على ديما تفكروا في الضرب في القسمه دونك طبعا 9 فوا 11 تعطيني 99 دونك حتى 4 غنضربها فوا 11 غتعطيني 44 ونكون خدمت 8 داكوغ يلا ندوزو اخر تمرين في هاد ليفالياسيون دونك لاحظوا معايا هاد التمرين كذلك مهم بزاف 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 جمع عددين كسريين طرح عددين كسريين ضرب عددين كسريين وقسمة عددين كسريين دونك هذا هو لا باز ديال الكور ديالنا ديال لي فراكسيون دونك قال كالكولي بوي سامبليفي سي بوسيبل دونك لاحظوا مين يقول لك في التمرين سامبليفي ويجي صحح ويلقى عاطيه اعداد كبارين دونك طبعا ما غادي يا غيعتبروا لك خطا يا غيعتبروا لك غيعطيك نص النقطه داكوغ دونك حيت من سمع سامبليفي يعني خاصني نبسط نعطي اعداد صغارين نبسط نبسط انا نوريكم كيفاش دونك لاحظوا بروميير اوبيراسيون فيها لاديسيون دونك طبعا اول حاجه كنفكر فيها هي انني خاليه نوحد المقامات كنمشي نيشان المقام عندي 4 وعندي 16 دونك واش كاينه شي علاقه بيناتهم اه عندي 4 في 4 كتساوي 16 دونك المقام الموحد هو 16 دونك 4 ضربتها في 4 دونك حتى المقام البسط برضو غنضربو في 4 دونك عندي 12 بلس 12 لاحظوا كيف غندير نخدم هادي لاحظوا دونك عندهم المقام الموحد غنحطو ونجمع البسوط
دونك غتعطيني 24 سور 16. الا خدمنا هكذا وحبسنا كيكون الاجابه غير كامله، حيت انا قالك حيت قالك سامبليفي يعني زيد بالسطلي. دونك 24 بار 4 داكور، دونك غتعطيني 6 سور 4 داكور. وعاوتاني حتى هادي كيمكن لي ديفيزيها، غتعطيني ديفيزي بار 2 غتعطيني 3 سور 2 داكور. دونك ردوا البال لا ديفيزيون باش تبسطوها. لاحظوا كانت عندي 24 سور 16 ولات ليا 3 سور 2، ماشي كيقول لك سامبليفي باش يعطينا عدد صغير. دونك دوزيام اوبيراسيون، لاحظوا مزيان، لاحظوا عندي لا ميتيبليكاسيون. دونك كاينين التلاميذ اللي واخا كيشوفوا لا ميتيبليكاسيون كيوحدوا المقامات، لا في لا ميتيبليكاسيون كنضرب البسط في البسط والمقام في المقام. دونك 6 فوا 9 سور 7 فوا 8 داكوغ، دونك إيكالا 54 سور 56. دونك هادي غادي قلتلها أنها سامبليفيا داكوغ. عملنا ديفيزي بار 2 غتعطيني 27 سور 8. لاحظوا معايا عندي هنايا لا ديفيزيون، لا ديفيزيون عندي عدد ديفيزي باغ نفسو. دونك شنو بالكم كيفاش كيمكننا نخدمو؟ ما يجيوش نيشان نكتبو واحد داكوغ، خاصني نعرف كيفاش. دونك لا ديفيزيون شنو كتولي لي؟ لا ملتيبليكاسيون والمقلوب ديال العدد التاني 9 سور 7 داكوغ. دونك 7 فوا 9 سور 9 فوا 7 كتمشي لي 9 مع 9 و 7 مع 7 شنو كيبقى لي؟ ماشي زيرو اتونسيون، كيبقى لي واحد. نتمنى تكونو حتى نتوما كتخدمو معايا أو باغاليل باش تشوفو المستوى ديالكم وشاد ديال المات. نلقاو فيديوهات مقبلة، وما تنساونيش بلي لايك وهبطو التعليق، كتبولي أي حاجة. دمتم في رعاية الله.